هو عمو بليغ كده هيكهربك من اولها؟ امال انت فاكره ايه؟ هيطبطب علينا وبوسنا من خدودنا ولعبنا كوتي كوتي؟ انا بقى لو منك ولا هروح ولا اجي ولا اعمله اهتمام اصلا عشان ما يحسش بيه. تبقي عبيطه وتبصي تحت رجليكي. احنا لازم نبقى مصحصحين له وما نسيبوش يستفرط بالشركه يا اما هياكلنا. يعني ايه هو سوبرمان؟ يعني انتوا بقالكوا سنين في الشركه دي وهو يجي كده في يومين وياخدها؟ طب ما هو عملها في البيت اهو، محدش استجرى يقول له حاجه. بس ماما مش هتسكت، زمانها قاعده بتخطط له جوه. المشكله يا زوزه ان الحل بسيط، بس محدش بيسالني. هو انت محتاج حد يسالك يا رؤوف؟ لا يا ستي، وانا مالي؟ لا يقولوا عليا موقعاتي، انا اتسال اجاوب على طول، غير كده خليني في حالي. ما هو بيتك انت كمان يا رؤوف. بيتي هناك في شبرا عند اهلي اللي ما شفتهمش من سنين، ولا بيسالوا عليا ولا بسال عليهم. ده حتى امين ابني ما يعرفش ان ليه اهل. رؤوف، انت لو بتلف وتدور عشان تاخد امين وتعرفه عليهم، انا احب اقول لك لا. ولا تقولي ولا تعيدي، انا متفق معاك اساسا، ولا بلف ولا دور ولا حاجه. مالك يا رؤوف؟ انت خايف من عمي بليغ ولا ايه؟ خايف منه ومنك ومن ماما يسريه ومدحت، خايف منكم كلكم. الخوف ده هو اللي نجاني وخلاني واقف على رجلي لغايه دلوقتي. مش فاهم. مش مهم. بيبصيلي امين لما يرجع من المدرسه.